العريس ولا الشغلانه الاول؟ لا الشغلانه. الشغلانه. عريس مين؟ ده بتتسال بالالماضي اصلا. ايوه عريس مين ده؟ عريس ده لازم يجي يكلمني الاول. اعمل له فحص هيئه كده. ايوه وتشد له شعره ويكسر البوبوس. خلاص حموات. حموات. طب المواصفات ايه طيب العريس؟ ومين اللي هيقول المواصفات بالظبط؟ حسين فهمي يعني؟ حسين فهمي؟ ولا كريم كشك؟ هي اللي تختار بس لازم احنا نوافق. هي تختار؟ او طبعا سوسو وباباها وخالها وانا مامتها برضو. لازم نوافق بس هي اللي هتختار. لا بس بعدين ده بعدين. بس هتبقى تختار اهو. الحمد لله. لا 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 وهي واقفه ساكته. لسه بدري. طب قولي لي انت مواصفات العريس بتاعك ايه؟ الحمد لله عايز اخلص بس. المواصفات ايه طيب قولي لي؟ ما عنديش مواصفات. يا جماعه ليه كان لسه صغيره مش عارف.